دقت الأجراس في كنائس البلاد، فها هو اليوم الأول للاحتفال بعيد القيامة. توافدت عائلات المسيحيين في البلاد إلى مدارج الكنائس، وارتفعت أصوات التراتيل للاحتفال بعيد الفصح المجيد إذاناً بانطلاق الحياة وبداية الربيع وقيامة السيد المسيح. عيد كبير إلى قدسيته في إيماننا المسيحي. إحنا الشعب العراقي أولاً، جزء من الشعب العراقي بعيداً عن المسميات، لأن أنا أرفض المسميات هذا بخصوصيات، كل واحد نحترم خصوصياته، لكن المسميات أنا أرفضها، لأنه إحنا شعب العراق بهذا المسمى أنا تعاملت من العراق من أنا طفل إلى حد الآن. عيد الفصح يعرف أيضاً بعيد البصخة، ويعد العيد الأكبر للمسيحيين وأهم أعيادهم. تحتفل فيه الكنائس المسيحية على اختلاف طوائفهم، ويعيشه مسيحي البلاد مع الأمل والسلام والأمنيات. أنا كنيستي هاي ودائما نزوره، الحالة تحسنت كثير عن ما قبل. احنا كلتنا مسيحيين ومسلمين وباقي الطوائف نعيش كأخوة، وربي رجعنا مثل قبل، كنا عايشين بسلام وأكثر من أخوة. الآن نقول أنه ألف الحمد لله والشكر، عم ترجع الأمور إلى قواعدها، خلينا نقول بس الله يهدي الناس، والله يبعدنا من كل شر سواء مسلمين أو مسيحيين. يقول المسيحيون بأن احتفالاتهم واجتماعاتهم عادت آمنة مجددا خلال العام الحالي، وأن طقوسهم عادت إلى نصابها. عسى أن تكون دعواتهم مستجابة بأن يعيش هذا البلد وأبناؤه على اختلاف معتقداتهم الدينية والاجتماعية. من كنيسة سيدة النجاة ببغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.